السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم غادي نقدمو واحد سيجار ولا ليمام مالحين. هاد السيمانة هادي كلها درنا الحلو، هاد النهار نديرو إن شاء الله دك شي حاجة صالي. غادي نبداو في المقادير. عندي هنايا واحد الفلفلة حمراء مقطعة كاريات هكا، مهم وحدة حتى لجوج فلفلات، حيت أنا عندي ديك الفلفلة غليظة، يعني الواحد الا دار ديك الفلفله الرقيقه راه غادي يحتاج جوج. عندي هنايا جوج قرعات محكوكين، عندي اربعه نتاع خزويات محكوكين، بصله محكوكه، علبه ديال الشامبينيون، جوج فصوص الثوم، جوج مكعبات نتاع ضمات البنه. عندي هنايا واحد 400 غرام ديال الكفته، لاصوص صوجا، شويه الحار، شويه زيت الزيتون، والشعريه الصينيه، والملح، وشويه البزار. هادشي اللي كاين. غادي نبداو على بركه الله. في واحد المقله غادي نضيف شويه نتاع زيت العود، نخليها تسخن شويه، غادي نضيف ديك الكفته اللي عندي هنايا، نطبقها ليا ليلى. نضيف شويه الملح، شويه نتاع الابزار، الفلفل الاسود، غادي نبقى نحركها حتى تطيب معانا. نفرتها حتى تكون مفرتها. بعد ما الكفته انتما كتشوفوا راها طابت، غادي نضيف لها شويه نتاع لاصوص صوجا، شويه نتاع الحار، يعني الحار على حسب كل واحد واش تيبغي حار بزاف ولا شويه. غادي نخليها شويه تشرب هادشي. بعد ما صافي هي شربت ديك لاصوص اللي درتها، لاصوص صوجا وشويه ديال الحار، انا غادي نحيدها وغادي نديرها فهاد البلاصه هادي اللي غادي نخلط كاع المكونات كلهم. يعني انا درت هاد الكفته بوحدها هي الاولى باش كتفرتت بحال هكا، وما الا درنا الخضره عاد درناها فوق الخضره راه ما تجيناش بحال هكا، كتبقى دوك هذا ديالها كيبقاو غلاط ملي كنبداو نعمروها في سميتو في الورقه، ما تجيش زوينه، كتبقى غليظه. يعني في نفس المقله، في نفس المقله كنعاود نضيف شويه نتاع الزيت، وغادي نضيف ديك الفلفله الحمراء اللي عندي مقطعه، ضروري ما نخليها تهبط شويه. نقدروا نغطيو عليها الا بغيناها تخلينا، ماشي ما الفلفله راها خضره ماشي مشويه، غادي نغطي عليها انا ونخليها شويه باش تهبط دغيا. فهاد الاثناء هادي انتما كتشوفوا الفلفله راه بدات كديرها، مازال غير بدات كتهبط. غادي نزيد عليها البصله اللي عندنا هنايا محكوكه، وغادي نزيد عليها ديك الفصوص الثوم حتى هما، غادي نخليهم يكملوا الطياب ديالهم. فهاد الاثناء هادي بعد ما هبطت ليا الفلفله والبصله، انا مديت المقله درت وحده كبيره باش تهزي كاع الخضر كلها. غادي نضيف عليهم هاد الخبز حتى هو راه محكوك كيفاش بحال هكا، غادي نحك عليهم هاد ضامت البنه
هو داك الكيسو راه حتى هو كنشوفوا كيفاش دبان صافي. غادي نضيف القرعه خضراء، يعني غادي ندير كلشي في مقله وحده، غير كل حاجه وشحال كتشد لنا ديال الطياب نبقاو نتبعو حاجه بحاجه. وفي هذا الاثناء هذا هاد الخضره كطيب، غادي ندير هنايا راني دايره الماء كيسخن، غادي نضيف عليه هاد الشعريه هادي باش تطلق ليه، وغادي نعين على القرعه حتى تهبط. دابا غادي نضيف هاد الشامبيني اللي عندي هنايا، يعني الشامبيني راه طايب خصو غير يتشحر شويه باش يتحيد منو داك الماء. فاش كان غادي نضيف شويه نتاع البزار، وغادي نضيف لاصوص سوجا راه واحد جوج معالق كبار بعدا، شويه نتاع الحار، المهم الحار كيبقى على حساب كل واحد وكيفاش كيبغي الحاجه، واش حاره ولا ما يديروش كاع. دابا غادي نضيف ديك الكفته اللي حيدت قبيله، غنضيفها على الخليط باش غادي نخلطو كلشي. يعني على الطريقه هادي باش قبيله، حيت درت ديك الكفته بوحديتها لحقاش هانتوما كتشوفوا دابا كيفاش راها مفروزه، ما بقاتش مجموعه عندنا، كون خليتها حتى دابا عاد نديرها راها ما غاديش تكون عندنا على هذا الشكل هذا مفرطه. دابا غادي نضيف ديك الشعريات الروز بعد ما طلقتها في الماء وقطعتها رقيقه، درتها انا في ديك القطاعه قطعتها بحال ما كنقطع القزبر باش تتقطع لنا رقيقه ما تتبقاش كتعذبنا فاش نبغيو نطويوها. بعد ما وجدات غادي نخويها في واحد لاصالادي باش تبرد ليا، عاد نعمرها باش ما تقطعليش الورقه، وانا غادي نخليها تبرد لي شويه ضروري لحقاش ما خصنيش نديرها في كاسخونه بزاف راه مازال كتفور. هانتوما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كتكون في الاخير، نعين عليها تبرد شويه ونطلقها. بعد ما بردات غادي ناخذ الورقه، عندي انا هذه ديال الشينوا، وتقدروا تستعملوا غير الاخرى العاديه اللي ما لقاش هذه يقدر يستعمل غير العاديه، واللي لقى هذه احسن لحقاش هذه تتجي بها زوينه، وكتكون فيها هذه واحد كتكون مقرمله على اخرى ما وما كتهش حتى الزيت في القلي. هذه ثم دايره فيها 50 حبه، يعني كتباع بحال هكا كنلقاوها في المحلات ديال الشينوا. نتوما كتشوفوا غادي نحلوها، خصنا نمشوها غير بشوي حيت كتكون وحده ملصقه على اختها، وتيكونوا باينين بان راها كل وحده بوحدها الشكل ديالهم. كنحلوهم بحال هكا الكميه اللي بغينا، ومن بعد الاخرى نقدروا نحتفظوا بها تبقى لنا واحد السيمانه هكا في الثلاجه، نعاودوا بها مره اخرى، و الا بغينا نديروهم كاملين راه نديروهم. وانا غادي نوريكم التعمار ديالهم، غادي نجيبها بحال هكا على القنت ماشي كاري، غادي نجيبها بحال هكا، غادي نجيب هذا القنيت هذا بسم الله، غادي نجيب شويه نتاع هذه الحشوه اللي عندي غادي نرد هذا على هذا بحال هكا، وتنجيب هذا وتلويها. انتما كتشوفوا راه ساهله مهله، ما فيهاش كاع شي صعوبات، ها الشكل النهائي ديالها انتما كيفاش كتجي. نعاود حداكم وحده اخرى الثانيه، انتما كناخذوا الورقه
على القنت، وغادي نجيبو هاد القنت هذا كنديروه على الاول، وكنجيبو هذا هكا كنسدوها كما كتشوفوا، وكتلصق بوحدها، ما تنحتاجو لا العجينه لا حتى شي حاجه. المهم انا غادي نكمل الكميه اللي عندي وغادي نطلقها. بعد ما كملتهم في التعمار هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو، يعني هاد الورقه هادي باش زوينه كيجيو في عبار واحد، كيجيو في عبار واحد. غادي نبدا نقلي، كندير في المقله الزيت وتنخليها كتسخن شويه، ومن بعد غادي نبدا نقلي عادي بحال اي بريوات، وكنحذوهم عند كيتحرقوا حيت دغيا غادي تحرق الورقه. كنقليهم كما قلنا عادي، غادي نعمر المقله نتاعي ونحضيهم باش ما يتحرقوليش وما يتخطفوش عاوتاني، خص البوطه ما تكونش مجهده حيت راه الداخل الحشوه ديالهم كلشي طايب، يعني خصنا غير الورقه اللي طيب وصافي، وغادي نتلاقاو في صحن التقليب. انتما كتشوفوا البنات الشكل النهائي ديال الليمام كيفاش كيجيو بعد ما طابوا، هانتوما كتشوفوا كنقدموهم مع شي شلاضه بحال هكا، ونقدروا نقدموهم كطبق اولي للضياف ديالنا، ولا نديروهم للعشاء بحال هكا خفيف بالصحه والراحه. وكنقدموهم كنعتذر مع لاصوص نتاعهم، وبالصحه والراحه البنات، ونتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وما تنساوش لي لايك وتبارطاجيو لي فيديو مع صحابكم والاقارب ديالكم، وشكرا. باي باي إلى فيديو إن شاء الله.